فكان لازم يبقى الابلكيشن بتاعك او اللغه اللي انت شغال بيها وعامل بيها الابلكيشن وبروفايد ليك شويه لايبرز كده. اللايبرز دي اقدر استخدمها عشان اعمل ايه؟ اللايبرز دي اقدر استخدمها عشان اقدر اتعامل مع مين؟ مع السيكول. اقدر ان انا اعيد حاجه في السيكول او ريتريف حاجه من دي من السيكول سيرفر. خلاص ايه اللايبرز دي او شويه الكلاسز اللي اضافت حاجه اسمها ايه؟ ادو دوت نت باختصار الاكتف اكس داتا اوبشن. خلاص ده عباره عن ايه؟ دي شويه كلاسز ولايبرز دافت كده في الدوت نت عشان اقدر استخدم اللايبرز دي والكلاسز دي عشان اقدر اكونكت على السيكول ارن ستور بروسيجر على السيكول اكتف كوماند ستيتمنت وران الكوماند ده عند السيكول سيرفر وهكذا. خلاص طيب قال لك ان يعني المفروض ان الادو دوت نت دي بدا يقول لك ان في مشكله عندنا. ايه المشكله اللي عندنا دي؟ ان انا عندي اكتر من سورس. انا الداتابيس بتاعتي ممكن تبقى سيكول سيرفر او ممكن اكون بكونكت على اكسس او ممكن اكون بكونكت على اوراكل. فبدا يعمل حاجه اسمها بروفايدر. بص لكم بس الرسمه بتاعت البروفايدر. فبدا يعمل لكل حاجه ايه؟ بروفايدر منفصل. يعني شويه كلاسز وشويه لايبرز كده بيتعاملوا مع الايه؟ مع سيكول سيرفر. شويه لايبرز بيتعاملوا مع الاكسس، شويه لايبرز بيتعاملوا مع الاوراكل. خلاص دي كده اسمها بروفايدرز. هو بيديك زي كلاس كده بروفايدر زي كلاس اللي اقدر من خلاله ان انا اتعامل مع مين؟ مع الداتابيز العادي. في نوعين من الداتابيس كونكشن، حاجه اسمها كونكتد وحاجه اسمها ايه؟ ديسكونكت. ايه بقى الفرق ما بين الاثنين؟ يعني ايه بقى؟ بعمل كونكشن وبريتريف الحاجه اللي انا عايز دلوقتي وبعمل الكونكشن وبعدين استخدمها. لكن في ديسكونكتد انا باخد الصوره كلها من الداتابيز من الداتا سيت عندي وبقدر اتعامل معاها وبعدين هغير فيها وبعدين ارجعها تاني. بالظبط. يبقى انا لو شغال كونكتد بعمل ايه؟ لا ده انا لازم بنفسي كده ابدا مشيت الكونكشن. هقول له انا هكونكت على الداتابيز بتاعتي. طول ما انت كونكتد مفيش اي حد يقدر يخش على مين؟ على ريكوردز او الداتابيز اللي انت شغال عليه. وقت ما بتفصل الكونكشن بيحصل ايه؟ لا خلاص بتسمح ليوزر تاني ان هو يدخل على الكلام ده. بس الكلام ده ما بيبقاش مفيد في كل الحالات. وصحيح لو انت شغال في سيستم بنك ولا حاجه اكيد انت لازم عاوز تعمل ايه؟ لا انت لو في ترانزاكشن ولا حاجه بتتعمل اكيد لازم تهولد الداتا بيس في الحاله دي. عشان ما ينفعش مثلا يجي عميل ويروح جاي عامل تو ترانزاكشنز في نفس الوقت. فانت لازم في حاجه زي دي لازم اعمل ايه؟ لا لازم اشتغل كونكتد، لازم انا انشيت الكونكشن بنفسي وهولد الداتا بيس بتاعتي وبعد كده بقى اقفل الايه؟ الكونكشن. خلاص؟ لو انت بتحجز مثلا تذكره طياره ولا حاجه، دخلت على شركه الطيران وبدا يظهر لك الداتا بتاعت شركه الطيران، اه ده في رحله اللي هي رقم كذا وفيها لغايه دلوقتي اربع كراسي فاضيين، فاقدر احجز. لو انت اشتغلت ديسكونكتد هيعمل ايه؟ هياخد الايمج من الداتا دي ويحطها لك حاجه اسمها داتا سيت. الحاجات دي تبقى موجوده عندك ككلاينت. اه صحيح الاربع كراسي موجودين فهتبدا تقول اه والله انا هحجز في الكرسي اللي هو رقم كذا. المفروض ان هو بعد ما بيخلص بيروح جاي عامل ايه؟ واخد الحاجات بتاعت الداتا سيت دي وعامل لها ايه؟ ابديت في الداتا بيس. طب افرض بقى اساسا الاربع كراسي دول كان في حد حجزهم قبل كده. خلاص فانت في بعض السيتويشنز لازم اشتغل فيها كونكتد غصب عني لازم اشتغل كونكتد. خلاص انما في حالات ثانيه بشتغل ديسكونكت. ايه الديسكونكت دي؟ انا دلوقتي مثلا عاوز اتريف كميه داتا كبيره جدا فعاوز اشوف بس الداتا دي. هل انا محتاج بقى تاني عامل هولدنج للداتا بيس بتاعتي لغايه ما انا اتفرج على شويه الداتا بتاعتي؟ لا انا ممكن اشتغل ديسكونكتد وريتريف التيبل بتاعي ده كله في حاجه اسمها داتا سيت. الداتا سيت دي عباره عن ايه؟ الداتا سيت دي تخزن فين الاول؟ فين؟ اي فين عند الكلاينت؟ في فايل يعني ولا؟ الداتا سيت دي تتخزن في الميموري بتاعت الكلاينت. طول ما الكلاينت شغال الداتا سيت دي تروح تتحط في الميموري بتاعت الكلاينت. خلاص؟ يبدا هو يقعد يغير في الداتا اللي موجوده في الميموري دي. بعد ما بيخلص يقول بقى انا عاوز ابديت مثلا حاجه موجوده في الداتا بيس. فيبدا ياخد التغيرات اللي هو عملها في الداتا سيت ويروح يابديت بيها مين؟ الداتا بيس. خلاص؟ ده الفرق ما بين الكونكتد ومين؟ والديسكونكت. خلاص؟ انت لو بتعمل ابلكيشن ان شاء الله بكره هنتعلم ازاي. احنا ان شاء الله النهارده هنشتغل بس كونكتد، بكره ان شاء الله ديسكونكتد، بكره ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل كمان ديسكونكتد، وازاي ان انا لو عندي بقى ابلكيشن هل الابلكيشن بتاعي كله هيشتغل كونكتد ولا الابلكيشن كله هيشتغل ديسكونكت؟ ولا انا ينفع الابلكيشن بتاعي يشتغل الاثنين؟ خلاص؟ وينفع طبعا الابلكيشن بتاعك يشتغل بالاثنين. مش عارف باشمهندس هاني قال لكم ولا لا في حاجه اسمها لايرز. احنا هنتعلم ازاي نبيلد اللايرز دي بايدينا. هعمل ثلاثة لايرز كده، حاجة اسمها برزنتيشن لاير، حاجة اسمها بزنس لاير، وحاجة اسمها داتا اكسس لاير، وخلي الداتا اكسس لاير دي فيها تو فانكشنز، واحدة بيكونكت أو واحدة شغالة ديسكونكتد والتانية شغالة كونكتد. لو أنت بتعمل سيلكت هشتغل إيه؟ ديسكونكتد. لو أنا بعمل انسيرت أو أبديت أو ديليت، لا أنا كده بعمل إيه؟ بعدل في الداتا بيس بتاعتي فهشتغل إيه؟ كونكتد. خلاص إن شاء الله باللايرز هنقدر نشوف إن إزاي أشتغل كونكتد وديسكونكتد في نفس الوقت. ماشي؟ طيب انا دلوقتي عشان اقدر اشتغل حاجه كونكتد او ديس كونكتد ايه الاوامر اللي بعرفها؟ لو ايه؟ لو انا بعمل كونكتد اقدر ان انا اشتغل كونكتد. ايه ده؟ كان اشتغل كونكتد وهول الداتا بيس بتاعتي. يعني انت مثلا لو عملت انا عاوز اجيب الاسامي بتاعت الطلبه.
فتروح انت جاي عامل ايه؟ شغال كونكتد، فبدا يعمل كوبي للكونكشن بتاعه وراح للداتا بيس، هيبدا يريبليت شويه الاسامي دي في حاجه اسمها ايه؟ الداتا بيس انما انت لو بتعمل ابديت او ديليت ده حاجه دي دي كريتيكال شويه، عشان انا عاوز الابديت او الديليت ده كل الناس تشوف، فانا لازم اخد الداتا بيز دلوقتي بنفذ الكوماند بتاعي وبعد كده بعمل ايه؟ خلاص اهو بعد كده بقفل الكونكشن بتاعي واخلي اي حد ايه يريتريف الداتا ويشوف الداتا دي. خلاص انا لما بشتغل كونكتد وديسكونكتد ايه الخطوات اللي بمشي فيها؟ لو انا شغال كونكتد ايه اللي هعمله عشان اقدر انفذ كوماند معين؟ في شويه خطوات بنعملها كده. اول خطوه بنعمل ايه؟ ده في بعدين خطوه عشان تقول ايه هي الكونكشن اساسا عربيه وكونكشن اساسا. اول حاجه بتعمل ايه؟ كونكشن سترنج بتاعك. كونكشن سترنج دي شكلها بيبقى عامل ازاي بقى؟ فيها ثلاثه اتريبيوتس مهمين جدا. ايه هما ثلاثه اتريبيوتس؟ اسم السيرفر بتاعك واسم الداتا بيز اللي انا شغال عليها ونوع كونكتنج بتاع كونكت ويندوز اوثنتيكيشن ولا ايه؟ الاوثنتيكيشن بتاعك او الاوثنتيكيشن بتاعك هيبقى ايه؟ ويندوز اوثنتيكيشن ولا سيت اوثنتيكيشن. طب ده بيتكتب ازاي؟ باجي اول حاجه هنا لو عاوز احدد اسم سيرفر بكتب ايه؟ داتا سورس. بقول له ايكوال وابدا اكتب اسم الداتا سورس بتاعي. لو انت عاوز تكونكت على اللوكال بحط بس دوت. او اكتب اسم اللوكال سيرفر بتاعي اسمه مثلا احمد. لو انت منزل كذا انستنس وعاوز تكونكت على واحده منهم بتكتب اسم الانستنس بتاعك وبتكتب اسم السيرفر ستاش واسم الانستنس بتاعك. هقدر امسك السيرفر بتاعي ان انا انزل اكتر من انستنس، حاجه اسمها ديفولت انستنس. ايه الفرق ما بين ديفولت انستنس ونيمد انستنس؟ قول لي بس على سؤال في السيرفر. الكلام جميل. ايه الفرق ما بين ديفولت انستنس ونيمد انستنس؟ ده فعلا ده واحد من فروق نوعه ولا من فورد ده هو الاندر ريبريزنت بالدوت على طول. هي بقى كده يا جماعه ده فورد انستنس بينزل نفس اسم الجهاز اللي الانستنس انت بتحدد الاسم بنفسه مش معقول كده. احنا هنجيب بورس سيكول بعد كده اي سؤال سالكوه عشان تسالني بقى في الادو هاو ضايع طبعا ما خدناش سيكول سيرفر دي كانت ايه دي كلمه ربنا يسامحك. اول حاجه احدد الايه؟ الداتا سورس بتاعي لو كونكت على نفس الانجن بتاعي او السيكول سيرفر نزل عندي او النيمد انستنس الديفولت انستنس اكتب ايه؟ دوت او اكتب اسم الديفولت انستنس اللي هو اسم الجهاز بتاعي. لو انت منزل كذا انستنس على الجهاز او عاوز كونكت على الانستنس بتاعت واحد تاني لازم تكتب ايه بقى؟ اسم السيرفر بتاعه بالكامل. خلاص؟ تاني حاجه اسم الداتا بيس بكتب اسم الداتا بيس بتاعتي ازاي؟ بطريقتين يا اما تكتب انيشال كتالوج وبكتب اسم الداتا بيس بتاعك اسمها تيستنج. لازم الداتا بيس دي تبقى مالها؟ الداتا بيس دي اكتشفت على السيكول سيرفر بتاعك. خلاص؟ طب افرض لا انا همسك الام دي اف والال دي اف واعمل لهم اتشنج على مين؟ على يعني اخلي الديفولبر هو شغال يشتغل على سيكول اكسبريس. فانا هاخد الام دي اف والال دي اف واحطهم في مين؟ في فولدر عندنا اسمه ايه الفولدر؟ اللي بيتحط فيه الداتا بيز بتاعتي الممبر شيب اسمه ابلكيشن داتا. هاخد الداتا بيز او الام دي اف والال دي اف واحطهم جوه الابلكيشن داتا وبالتالي كده اليوزر هيقدر يشتغل على مين؟ يشتغل على سيكول اكسبريس مش لازم يشتغل او يكونكت على سيكول سيرفر نفسه. ساعتها لازم تكتب ايه؟ تاج دي بي فايل وتدي له الباص بتاع الفايل بتاعك. هو الفايل بتاعك ده موجود فين؟ الباص بكام؟ الفايل هو الام دي اف ده مكان موجود فين على الهارد ديسك؟ على الاف مثلا على الداتا بيز وعلى الديسك. خلاص اسم الداتا بيز بتاعتك مثلا تيست دوت ام دي اف. لو انت لو الداتا بيز بتاعتك مش كونكت على سيكو سيرفر الداتا بيز انت ما عندكش كونكشن بس انت معاك تو فايل معايا الام دي اف والال دي اف ما اقدرش اشتغل ولا اقدر اشتغل. لو عندي سيكو سيرفر اقدر اشتغل. طب هعمل ايه؟ هاخد التو فايلز واحطهم في الابلكيشن داتا بشكل كونكشن سترنج. ساعتها لما اجي اكتب ان السيرفر بتاعي هو سيكول اكسبريس
ساعتها هقفل هنا لو انا عاوز اشتغل على دي شايفين دي ساعتها شكل ده هيبقى ايه السيرفر بتاعك هيبقى ايه هكتب دوت واكتب ستاش واكتب ايه كده انت بتقول انا كونكت على مين على سيكول اكسبريس وكان ده يا جماعه اول مره اشوف الكلام ده انا دايما مريت اشتغلت وقالوا ازاي في انا بعيد يعني داتا سورس داتا سورس بكتب فيها اسم السيرفر بتاعي او اسم الانستنس بتاعتي اللي انا شغال عليها خلاص لو انت عاوز كونكت على طول على سيكول سيرفر تعمل ايه انا الداتا بتاعتي اتج على سيكول سيرفر هعمل ايه احط دوت خلاص وانا منزل ديفولت انستنس عندي لا انا عاوز اكونكت على الانستنس الثانيه خالص فاعمل ايه اكتب دوت سلاش واسم الانستنس الثانيه دي صح لو انت عاوز كونكت على سيكول اكسبريس اكتب دوت وسلاش واكتب سيكول اكسبريس عشان يعرف ان هو بيكونكت على ايه على الداتا بيس بتاعته هتش على سيكول اكسبريس مش هتش على سيكول سيرفر تاني خطوه هبدا احدد الداتا بيس بتاعته لو الداتا بيس بتاعتك هتش على سيكول سيرفر هكتب ايه ليش الكتالوج واكتب اسم الداتا بيس بتاعته طب لو الداتا بيس بتاعتك مش هتش على سيكول سيرفر وانت شغال بالفايل هكتب ايه الباص بتاع ال ام دي اف خلاص تالت حاجه بحدد الاوثنتيكيشن بتاعي هبدا اكتب ايه انتجريتد سكيورتي واقول له ايكوال ايه ترو عملت له ايكوال ترو كده يبقى هو بيكونكت ايه ويندوز اوثنتيكيشن عملت له ايكوال فورس يبقى لازم تعمل كمان بقى سيمي كولون وتدخل ليه اليوزر نيم والباسورد اللي انت هتكونكت عليه اقول له اليوزر اي دي ايكوال مثلا علي سيمي كولون والباسورد ايكوال مثلا 1 2 خلاص انا كده كتبت لكم كل اشكال الكونكشن سيري اللي ما كنتش فاهم عامل لو انا عندي داتا بيس كونكتد على سيكول سيرفر وعاوز كونكت ويندوز اعمل ايه؟ اكتب داتا سورس دوت انيشال الكتالوج تيست وبعد كده اكتب ايه؟ تجريت سكيورتي ايكوال ترو دي حاله من الحالات لو انا عاوز اكونكت على داتا بيز الداتا بيز دي اتجه على سيكول سيرفر بس ليها يوزر نيم وباسورد اعمل ايه؟ سيكول سيرفر دوت انيشال الكتالوج تيست وساعتها تجريت سكيورتي ايكوال بي فورس واضطر اكتب اليوزر اي دي والباسورد لو الداتا بيز بتاعتك كونكتد على اكسبريس اكتب دوت ستاش سيكول اكسبريس وساعتها اعمل ايه؟ اقول له اتش الفايل بتاعي فين؟ كان الفايل فين على الهارد ديسك؟ وبعد كده اقول له حدد الانتجريت السكيورتي بتاعي او البريكشن بتاعي يبقى عامل ايه؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب انا بعد ما حددت خلاص الكونكشن بتاعي دي اول حاجه حددت الكونكشن بتاعي شكله هيبقى عامل ازاي؟ ثاني خطوه اعمل الكوماند بتاعي اعرف الكوماند بتاعي هتعمل سيلكت ولا ابديت ولا ديليت واعرف الكوماند ايه الكوماند بتاعي ثالث خطوه احدد نوع الكوماند بتاعي دي حته كده طبعا هو ثالث خطوه المفروض تعرف داتا ريدر وكل حاجه وتكزكيوت الكويري بتاعي بس انا كتبت خطوات الترتيب كلها عملت الكوماند بعد الكوماند هتعمل ايه؟ احدد التايب بتاع الكوماند بتاعي الكوماند تايب الكوماند تايب ده بيبقى ايه او ايه؟ يا اما تكست الكوماند بتاعك يبقى تكست ده عباره عن انت هتكتب الكوماند بتاعك سيلكت ستار فروم ستودنت يا اما بيبقى عباره عن ايه؟ ستور بروسيد خلاص وفي كمان حاجه بتاعت 2005 اللي هي تيبل كمان بتاعتهم كمان فتقدر تكونكت على تيبل وتكتب التيبل ده تديله اسم تيبل ما تكتبش بقى سيلكت ستار فروم هو لوحده تديله اسم تيبل كده يروح يسلكت كل ده تاني رقم 4 خلاص حددت خلاص ادي الكوماند بتاعك وادي الكوماند تايب عشان انت هتعمل ايه؟ اكتب اربط الكوماند بتاعي بالكونكشن اقول له ان الكوماند ده هيعمل ايه؟ الكوماند ده هيرن على الكونكشن ده رقم 5 اعمل بقى اوبن الكونكشن انا عاوز ابدا اكزكيوت صح؟ تعرف برامتر لو في برامتر ماشي انا عارف ان لازم لو في برامتر في خطوه في النص هنا انت لو في برامتر لازم تعرف طيب هاوبن الكونكشن بعد ما اعمل اوبن الكونكشن هبدا ايه؟ اكسكيوت رقم 6 انت هتبدا تكسكيوت الكويري بتاعك
في كام نوع من الاكسكيوشن؟ نون كويري في اكسكيوت في سكيلر في اكسكيوت نون كويري في اكسكيوت ريدر في اكسكيوت اكسكيوت هو رجع كده تحت شكل اكسكيوت. ايه الفرق بين الاربعه دول؟ اكسكيوت سكيلر ان انت هتريتيرن ايه زي سكيلر فانكشن زي ما انت بتقول رن للسيلو فانكشن وتريتيرن وان فاليو. اكسكيوت نون كويري دي بستخدمها مع الانسيت وقضيته دي دي بي 3 بي دي 3 دي حاجه انا بتمشي نمبر اوف ريكوردز. طب لو الابديت بتاعك ما وصلتش في اي حاجه انت عملت ابديت ستيتمنت وانت عملت ريتريف للقيمه اللي راجعه من اكسكيوت نون كويري هتبقى بكام؟ ماينس 1. انا رحت نفس الكوماند بتاعي والكوماند بتاعي ما عملش تأثير في اي ريكورد هيرجع لك ماينس 1. طيب عندنا كمان اكسكيوت ريدر اه بالظبط ان هي ترجع بقى اكتر من قيمه زي تيبل مثلا خلاص وانت هتبدا تمسك الريدر ده وفي تعدي على ريكورد ريكورد وهنشوف ازاي نقدر ابايند الريدر نفسه على جريد فيو واقدر ابايند الريدر نفسه على جروب داون نتورك. انا كان ينفع في السي شارب ابايند في الداتا سيت على جريد فيو. الجمله دي صح ولا مش صح؟ في السي شارب ينفع ابايند الداتا سيت على جريد فيو ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع في السي شارب برضه ينفع بايند داتا ريدر على جريد على جريد فيو ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش في السي شارب ما ينفعش في الاي سي دوت نت ينفع ينفع ان يبقى عندي داتا ريدر وبايند الداتا ريدر ده على طول على جريد فيو. اكسكيوت اكس ام ال دي بترجع لك الداتا بتاعتك في شكل اكس ام ال وتتعامل معاها انت بقى زي ما انت عايز. السي شارب ما ينفعش بايند ريدر على جريد فيو. السي شارب ما ينفعش يبقى عندي ريدر وبايند ريدر ده على طول على مين؟ على جريد فيو. خلاص؟ طيب في الاي سي دوت نت لا ينفع. ينفع يبقى عندي ريدر وبايند ريدر ده على طول على مين؟ على جريد فيو. خلاص حددنا نوع الايه؟ نوع الفاليو بتاعتك. طيب لو كانت الفاليو بتاعتك دي بالذات هتبدا تعمل ايه؟ اللي هي اكزكيوت ريدر. ساعتها يبقى كان لازم في الاول اعمل ايه؟ اعرف ايه الاول؟ اعرف داتا ريدر واخد فيه الداتا اللي راجعه من ده وبعد كده عشان اعرضها بقى اعمل ايه؟ في طريقه ان انت تعمل لوب اقول له مش عارف ريد وابدا ايه؟ اريد الفاليوز واحده بتاعتي واحده واحده دي طريقه. واقدر ايه كمان؟ بريدي انت تشتغل بريدي في طريقه تجيب ايه؟ تكسر الاسم ماشي غير ان انا ادوب عليهم مثلا واحده واحده او ان انا خلاص او ان انا اعمل ريد مره واحده او كده. في طريقه لسه انا في طريقه لسه جايه عليها ان انا بايند الداتا ريدر بتاعي على مين؟ على جريد فيو. او ان انا اعمل ايه؟ اباين الداتا ريدر بتاعي على دروب داون ليست مثلا. خلاص دي ثلاث طرق عم ان انا ازاي اقدر انا طبعا شغلكم كل الكلام ده هنجرب كل اللي هي بتبقى على الفورد ده هنجربه. خلاص؟ طب الخطوه اللي جايه بعد كده كان في السي شارب على طول يروح جاي في الخطوه اللي هي رقم سبعه دي ويعمل ايه؟ كلوز الكونكشن بتاعك صح؟ ده على طول كان بيعمل كده في الايه؟ في السي شارب. لا في الاي سي نت في خطوه هنا مهمه شويه. بعد ما ربطت الداتا ريدر مثلا بجريد في حاجه اسمها بايند. يعني انت مش مجرد بس كنا مجرد بس في السي شارب ان انا اربط مثلا الداتا سيت بتاعتي بالجريد فيو كان بيعمل ايه؟ ياخد الداتا الموجوده في الداتا سيت ويحطها في الجريد فيو. لا هنا لا دي على خطوتين. انت بتربط الاول مثلا الداتا سيت بجريد فيو وبعد كده تعمل ايه؟ تعمل بايند. يعني ايه بايند؟ بعد ما ربطت بقى تبدا تاخد الداتا تحطها في الجريد فيو بتاعتك. خلاص؟ فدي خطوه هنا اللي هي الايه؟ البايند. فانت السي شارب كان بيبايند على طول. لا هنا في سطر كوماند لازم اكتبه عشان ياخد الداتا مش مجرد بس ان انا اقول مثلا الجريد فيو بتاعتي هتتربط بداتا سيت هو كده اوريدي راح ياخد الداتا الموجوده في الداتا سيت وحطها لي في الجريد فيو. لا هنا لازم بعد ما تكتب السطر ده اللي انت ربطت فيه تقول له ايه؟ جريد فيو دوت بايند داتا عشان ياخد الداتا يحطها لك في الجريد فيو. في حاجه في الخطوات دي مش مفهومه؟ في حاجه في الخطوات دي مش مفهومه؟ طيب الديسكونكتد بقى بيشتغل ازاي؟ كده خطوه رقم واحد دي زي ما هي صح؟ اللي هي الكونكشن بتاعي. رقم اثنين الكوماند ورقم ثلاثه اللي هو الايه؟ الكوماند بتاعي كل القصه دي لغايه هنا كده ما فيهاش اي مشكله. ورقم اربعه كمان ان انا اربط الكوماند بتاعي بالايه؟ بالكونكشن.
خلاص انت هنا بتحتاج ان انت تعمل اوبن وكلوز. لا هنا ما عنديش اوبن وكلوز. طب ما ازاي اللي يجيب الداتا؟ تعمل الاول مثلا حاجه اسمها داتا سيت وتعمل داتا ادابتور وتربط او تقول له داتا ادابتور مثلا داتا ادابتور دوت فيل وتملى مين الداتا سيت بتاعك. دي طريقه كان شغال في السي شارب. خلاص ان انا بعمل الكلام ده. طيب انت هنا في الكونكتد كنت في كل ما تيجي تعمل كومنت مثلا هعمل سيلكت هعمل اوبن وكلوز واكتب سيلكت سيت اجي اعمل ابديت بعمل ايه اوبن وكلوز واكتب ابديت وهكذا كل حاجه كنت بكتب الكومنت واعمل اوبن وكلوز. قال لك ان الادابتور ده ليه من الميزات بتاعته احنا قلنا ان انا هاخد الداتا من الداتا بيس واحطها فين عندي في الميموري بتاعت الكلاينت وابدا اخد الداتا دي اعرضها في الجريد فيو وابدا اغير في مين في جريد فيو. مش قلنا بعد شويه انا ممكن اخد الداتا دي واقول للادابتور بتاعي دوت فيل دي بتعمل ايه في اللي في اللاج بس بتاخد الداتا الموجوده في التيبل بتاعك او في الداتا بيس واحطها في مين في داتا سيت انت تقعد تغير فيه. ففي كوماند تاني اسمه ادابتور دوت ابديت ده بيعمل ايه بقى؟ فين دي بتعمل ايه؟ بتاخد الداتا من الداتا بيس تحطها عندك في الادابتور وتقدر تشتغل عليها. ابديت بقى بتعمل ايه؟ لو في اي ابديتس طب افترض الابديتس دي كانت ديليت او ديليت او انسيرت او يعني ابديت او ديليت او انسيرت هل انا هكتب ابديت بس ولا كل مره هقول دوت ديليت ودوت ابديت ودوت انسيرت؟ ابديت دي هي اللي شايله كله. معنى كده ان الداتا ادابتور ده ماله؟ شايل الاربع كوماندز شايل سيلكت شايل الابديت وشايل الديليت وشايل الانسيرت. دي اربع كوماندز هم بيقوموا معاك انت بتكسكيوت زي ما انت عارف. خلاص؟ طيب احنا قلنا ان الداتا سيت دي موجوده فين؟ دي موجوده عند الكلاينت في الميموري. طب الداتا ريدر ده موجود فين؟ عند ده. الداتا ريدر ده انتوا ادي عندنا مثلا ادي كلاين وادي السيرفر وانت بدات انا هشتغل كونكتد وهعمل داتا ريدر. خلاص ادي التيبلز بتاعتي موجوده في الداتا بيس سيرفر هو بيعمل لك الداتا ريدر ده هنا كده بياخد الداتا بتاعته مثلا هاخد الاسامي بتاعت الطلبه احمد محمد وعلي فبيعمل لك الداتا ريدر ده عند مين؟ عند السيرفر. كل مره انت بتعمل ايه بيعمل ايه؟ بيتهيألي راح وجاي فمكان الريدر نفسه ده موجود فين؟ لا ده في مكان عند السيرفر. انما ده السيت نفسها هو بيروح يجيب لك الداتا كلها ويرميها لك عند الكلاينت. الكلاينت يشتغل عليها ويخلص زي ما هو عايز وبعد كده يبقى يكريب الداتا ريدر ده ده ريد اونلي. يعني انا بقدر ريد بس اريد الداتا بتاعتي. لو انت عاوز تعمل ابديت او سيت او ريد انت بتكتب الكوماند بتاعك. انما في الداتا سيت لا انا بغير في الداتا سيت نفسها ممكن اغير فيها زي ما انا عاوز وبعد كده اخد كل التغيرات دي واحطها فين؟ في الداتا ريدر. خلاص؟ في مشكلة في قصة دول لا وصلنا القصة كلها. في مشكلة في نوع كونكتد وديس كونكتد الخطوات بتاعتهم تاني الداتا سيت قلنا موقعها فين؟ الداتا سيت موجودة في الكلاينت موجودة في الميموري بتاعت الكلاينت. الداتا سيت موجودة في الميموري بتاعت مين؟ بتاعت الكلاينت. الداتا ليدر لا ده عند السيرفر هو بيريد من عند السيرفر فالداتا ليدر ده موقعه فين؟ موجود عند السيرفر. خلاص وانت كل مره يعني انا هيجي مثلا اعمل وايل لوب وابدا اريد بيها هيبدا كل مره يروح فين؟ يروح للسيرفر ويرجع تاني يروح للسيرفر ويرجع تاني. خلاص هو عاوز يحافظ ان الدنيا عند السيرفر ان هو بيهولد كل حاجه عند السيرفر. اي حد هيجي يريد نفس الداتا دي مش هيعرف. خلاص ده هيجي الريدر او انت عامل اوبن كونكشن وكلوز كونكشن فطول ما الكلاينت ده شغال مفيش اي حد يقدر يعمل اي حاجه. خلاص؟ ليه؟ الداتا ادابتور اي الداتا ادابتور ده زي انتوا عارفين الوينش صح؟ الداتا ادابتور ده زي الوينش بس يشيل الداتا من الداتا بيس يرميها عند الميموري بتاعت الكلاينت. خلاص الداتا ريدر ده موقعه فين؟ عند السيرفر. الداتا ادابتور ده عباره عن ايه؟ حاجه زي الوينش بالظبط بشيل كده الداتا بتاعتي من الداتا بيس واحطها فين؟ واحطها في الميموري بتاعت الكلاينت. خلاص يبقى انت بتشتغل عليه هو الداتا سيت. تيجي تاني الداتا ريدر انت مثلا غيرت الداتا سيت تمسك الداتا ريدر وتقول له ايه؟ ابديت فياخد الابديتس او الفاليوز بتاعتك اللي حصلت في الداتا سيت واحطها فين؟ في التيبلز او الداتا بيس. طب ازاي بقى الابديت اللي انا عملته هنا في الداتا سيت ارجعه؟ ايوه هو اذا بتعمل الداتا سيت بتاعتك بيعمل صورتين من الداتا سيت. يعني انت الداتا سيت بتاعتك رجع وبقى فيها داتا صح؟ هتبدا تغير فيه فبيروح هو عامل ايه؟ الداتا سيت الاصليه موجوده زي ما هي ويعمل لك هو داتا سيت ثانيه ويعمل لك ايمج ثانيه بيبدا يعلم على كل الريكوردز اللي اتغيرت. خلاص؟ ساعه ما انت بتعمل ابديت بيعمل ايه؟ بيبص هما الاثنين دول اتغيروا ولا ما اتغيروش؟ الابديت دي بتعمل ايه؟ بتقارن ما بين التو ايمج دول
هو لسه في الميموري بتاع الكلاينت ما عملش حاجه. فبيلاحظ ان الاثنين دول ايه اتغيروا، فيبدا يعمل ايه؟ تبدا انت بايديك الكود تاخد كل التغيرات دي وتغير في مين؟ في الداتا سيت. يبقى كده الداتا سيت الاصليه بتاعتك اتغيرت. وبعد كده تعمل ايه؟ تكتب انت كوماندز بنفسك بايدك اللي هتعمل ابديت وديليت وانسيرت في مين؟ في الداتا بيز، وتروح تنفذها. ده ان شاء الله بكره احنا بنشتغل هنشوف شكل الدنيا. يعني انا بقى اشتغل ديسكونكتد واجي اعمل ابديت وديليت وانسيرت دي، بقى كل حاجه بايدي. هيجي مثلا الداتا سيت بتاعتي مش عارف احطها في زي ما هنشوف في فيو ستيت عشان تبقى معايا مع كل فانكشن تبقى موجوده. بعد كده ابدا امسكها واعدل في الداتا سيت الاولانيه، وبعد كده اروح جاي يعني عدل ابدا اعمل التعديلات بتاعتي، وبعد كده اعمل التعديلات دي في الداتا سيت، وبعد كده اخد الداتا سيت نفسها واكتب الكوماندز بتاعتها اللي طالعه عند مين؟ عند السيت. كل الكلام ده لازم اعمله بدايه خطوه. ولا سؤالك ولا خلاص كده؟ ماشي؟ سيبنا احنا بندوس كونكتد هنتكلم فيه ان شاء الله بكره. خلينا في مين بس؟ كونكتد. انا دلوقتي عاوز اعمل اشتغل كونكتد، ومره اخد الداتا بتاعتي وباين الداتا دي على داتا جريد، اخد الداتا بتاعتي وباين ده مره على دروب داون ليست، اشتغل بالريدنج، اشتغل بستوب بروسيجر ان انا عاوز اضيف الداتا بتاعتي او اكزكيوت مثلا كوماند زي الانسيرت او الديتا او ديليت على مين؟ بستوب بروسيجر مش باستخدام كوماند. خلاص؟ طبعا احنا كده قلنا كل الكلام اللي في البرزنتيشن. هو اللي جاي بعد كده بدا يمسك الايه؟ يمسك السترنج بتاعتك ويبدا يقول لك المكونات بتاعتها ايه؟ طيب ناقص حته هنا. وانا دلوقتي لما كنت انا ككلاينت بكونكت على السيرفر، كنت بكونكت مين؟ انا ككلاينت عشان اكونكت على سيرفر كنت بكونكت مين؟ كان لازم يبقى ليا اكسس على السيرفر ده. فكان بيعمل ايه؟ كان الاي اي اس مثلا بدوره ان هو بيخلي الجهاز بتاعك ويب سيرفر، كان بيديك حاجه اسمها مين؟ الانونيمس يوزر او الاي يوزر، ده اللي بقدر من خلاله اكونكت على مين؟ على السيرفر. طب السيرفر نفسه عشان يقدر يكونكت على الداتا بيز، الداتا بيز دي موجوده في سيرفر تاني، لكن عشان السيرفر نفسه يقدر يكونكت على الداتا بيز بيستخدم يوزر نيم اسمه ايه؟ اي اس بي نت. خلاص يبقى وقت انت لما تيجي تفصل الدنيا عندك ويبقى عندك سيرفر عليه داتا بيز وعندك الابلكيشن بتاعك وعاوز تكونكت بقى ما بين الابلكيشن وما بين السيرفر، هو بيكونكت بيوزر نيم اسمه ايه؟ اي اس بي نت. خلاص يبقى الكلاينت لما بيجي يكونكت على السيرفر بيكونكت بانونيمس يوزر او باليوزر لو انت اخترت في الاي اس ان هو يكونكت بيوزر معين. يبقى المهم ان هو يكونكت بيوزر، اليوزر ده موجود عند مين؟ عند السيرفر. لو عشان السيرفر نفسه يقدر يجيب حاجه من داتا بيز فلازم برضه يبقى ليه اكسس على السيرفر ده، فيبقى اكسس بمين؟ بالاي اس بي نت. خلاص دي نفس الخطوات اللي احنا شرحناها على البورد. ده شرح الايه؟ انواع الكوماندز بتاعتي اما باجي اكزكيوت. طبعا دول ثلاثه بس، يعني هو في واحد كمان الرابع اللي هو الايه؟ الاكس ام ال. ده بس انت عشان تتعامل مع الاكس ام ال ده لازم تعمل ايه؟ حاجه تقدر تريد فيها اكس ام ال وتبدا انت تبارس ملف الاكس ام ال ده بنفسك. خلاص؟ هبديك انا فيديو كده بيعلمك ازاي من السي شارب او من الاي سي دوت نت ان انت ازاي يبقى عندي ملف اكس ام ال واقدر اقرا ملف الاكس ام ال ده واعرضه في تكست بوكس وباتونز. خلاص اقدر بقى اكسس النودز واخش على البيرنت نود والتشايلد ومين فيهم اتريبيوت ومين فيهم بيرنت واقدر اكسس الداتا دي واعرض. لكن انت لما تيجي تعمل اكزكيوت لدي ام ال اكيد الدي ام ال ده بيرجع لك ايه؟ قلنا بيرجع فاريبل، يا اما بيبقى عدد الروز اللي افكتد من الدي ام ال بتاعي، يا اما بيرترن ايه؟ ماينس 1 لو كانت الدي ام ال بتاعتك السلكت الابديت او الانسيرت او الديليت مالها ما اثرتش في اي حاجه فبيرجع لك ماينس 1. لما بتعمل اكزكيوت سكيل انت متوقع ان في قيمه ترجع، فلازم تعمل لها فاريبل عشان تحط في القيمه دي. انما لما بتوقع ترجع تيبل بتعمل ايه؟ داتا ليد. لو انا هرجع بقى كذا فاليو او هرجع تيبل كامل لازم اعمل داتا ليد. ازاي يقرا الريدر بتاعي؟ قال لك ان الريدر بس ايه؟ ريد اونلي وحاجه اسمها فورورد. يعني انت بتعمل ريد، انا عملت ريد مثلا من الداتا ريد ورجعت عملت ريد تاني، عامل زي الكيرسور كده ان هو بيشتغل بس على الريكوردز اللي ايه؟ ما ينفعش ان انا ارجع تاني واجيب القيم من الاول. خلاص تفتح بقى وتعمل كونكشن من اول وجديد وتريد من اول وجديد زي الكيرسور، نفس النظام بتاع الكيرسور ان هو فورورد اونلي، ما ينفعش ان انا اعمل فيه باكورد وبيبقى ريد اونلي بس. خلاص هو الكيرسور بيبقى ريد اونلي ولا ينفع اعدل فيه؟ بالمناسبه بس مش عارف انا بفتكر الحاجات دي ليه. ما انت لو دخلت انترفيو ان شاء الله في الداتا بيز اسئله الداتا بيز هتعملوا ايه؟ ما هي دي اسئله الانترفيوز. طيب اه بقى الكيرسور ده ريد اونلي ولا ينفع ان انا اعدل فيه؟ ينفع تعدل، يعني ينفع تخلي الكيرسور الداتا بتاعتك بتاخدها من الكيرسور دي تعدل فيها وتاثر في الداتا بيز بتاعتك؟ ينفع طبعا. ينفع هو انا عشان خوفت الراجل شايف الراجل قال لك ينفع طبعا واثق من نفسه ينفع طبعا. احنا قلنا ان الكيرسور في حاجه اسمها فور ريد اونلي فور ابديت. انت عاوز الكيرسور بتاعك الداتا بتاعتك دي هتعرضها بس ولا تعدل فيها والتعديل بتاعك يتاثر في الداتا بيز؟ لا حول ولا قوه. يلا ماشي خلاص نكمل. احنا خلينا في الاي سي دوت نت مالناش دعوه خالص. تعالى بقى نشتغل دلوقتي او نطبق الكوماندز اللي احنا عملناها دي بمين؟ عاوز اطبق الكوماندز اللي انا عملتها دي باستخدام الكونكتد. انا دلوقتي هعمل مثلا
دروب داون ليست. خلاص هعمل دروب داون ليست واملى دروب داون ليست ده بمين؟ واملى الدروب داون ليست ده هنشتغل على نفس الداتابيس بتاعتنا اللي هي بتاعت ستودنت اللي احنا كنا شغالين عليها، الطلبه بالتوبكس بالكورسات بالانستراكتور بالقصه دي كلها. طيب ازاي تقدر تعمل الكلام ده؟ هاجي اعمل فورم جديده خالص، هنعمل ابلكيشن جديد، هعمل دلوقتي عاوز اشتغل كونكتد مود، عاوز عندي دروب داون ليست، والدروب داون ليست ده انا عاوز املى او الداتا اللي فيه تبقى جايه منين؟ جاي هملى فيه مثلا كل اسامي الطلبه اللي عندي، ريتريف كل اسماء الطلبه اللي عندي. هاجي هنا كده واعمل دروب داون ليست، طبعا انت دروب داون ليست هنا هتلاقي في حاجه اسمها ايه كونفيجر داتا سورس، ده كده انت بتشتغل ديسكونكت. يعني انت لو عملت كونفيجر داتا سورس اللي هو السمارت تاج اللي معاها ده كده شغال ديسكونكت، هيروح يجيب لك الداتا ويحطها لك في ايه، يحطها لك عندك في الكلاينت، ومفيش ايه مفيش هنا بقى اوبن وكلوز. لا انا عاوز اشتغل كونكتد مود، فاخش جوه الكود. انت عاوز تملى الدروب داون ليست ده امتى بالظبط؟ يعني انت عاوز تملاه مثلا بعد اكشن من باتون، ولا انت عاوز تملاه اول ما البيج بتاعتك اتفتح؟ لا انا عاوز املاه اول ما البيج بتاعتك اتفتح، يبقى لازم اكتب الكود جوه مين؟ جوه البيج دول. طيب الخطوات بتاعتنا بقى تعالوا ناخدها واحده واحده كده. عاوز اعمل ايه؟ اول خطوه قال لك لازم تعمل كونكشن، تكتب الكونكشن سترنج بتاعتك. فاعمل اس كيو ال كونكشن، مفيش حاجه اسمها اس كيو ال كونكشن. ليه؟ احنا قلنا ان الادو دي هي شويه لايبرريز مضافه عندنا في سيكور سيرفر، وانت لازم تحدد ايه البروفايدر اللي انت هتتعامل معاه او ايه الكلاس اللي انت هتتعامل معاه والنيم سبيس وتشتغل عليه. فالنيم سبيس اللي بيساعدني ان انا اشتغل على سيكور سيرفر اسمه ايه؟ بعمل يوزنج سيستم دوت اس كيو ال دوت داتا دوت اس كيو ال كلاينت. خلاص انت كده تقدر تاكسس بقى كل الايه؟ كل الكلاسز اللي جوه مين؟ اللي جوه نيم سبيس ده. طيب انا هعمل كونكشن تساوي نيو اس كيو ال كونكشن. الكونستراكتور بتاعه قال لك ايه؟ هو ممكن تكريت اوبجكت عادي كده، ده كده انت كريت اوبجكت بس لسه ما حددتش مين؟ ما حددتش بس كونكشن نيم. كده انت عملت ايه؟ كريت الكونكشن بس لسه ما كتبتش الكونكشن سترنج بتاعتك. براحتك يا اما تروح تحطها في البراكتس يا اما تعمل ايه، اجي تحت هنا واقول له كونكشن دوت ايه كونكشن سترنج وابدا ابيلد الكونكشن سترنج بنفسي. خلاص طيب انا عندي على سيكور سيرفر انا ما اتاتش داتا بيز اسمها اي تي اي 2 فيها الداتا بتاعتنا كلها وعاوز اكونكت عليه وهكونكت ويندوز. شكل الكونكشن سترنج بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ اقول له داتا سورس equal dot بعد كده سيمي كولون بحدد مين؟ انا الداتا بيز بتاعتي اتاشد على ايه؟ على السيكور سيرفر. فاقول له initial catalog equal واسم الداتا بيز بتاعتك انا مسميها اي تي اي 2. خلاص تالت حاجه نوع الاوثنتيكيشن بتاعك انا هشتغل ايه؟ ويندوز اوثنتيكيشن. فاقول له الانتجريتد كلمة انتجريت كده مكتوبة صح ولا غلط؟ انتجريتد اوثنتيكيشن انتجريت سكيورتي وهتحدد انت الانتجريت سكيورتي بتاعتك ايه؟ ترو. ترو دي كده معناها ايه؟ ان هو هيكونكت ويندوز ومش محتاج خالص ان هو يعمل ايه؟ انا مش محتاج خالص ان انا اعمل يوزر نيم وباسورد. طيب دي اول حاجة بعد ما عملت الكلام ده خلاص انا حددت مين؟ كونكشن سترنج. تاني خطوه عندنا هبدا اكتب الكوماند بتاعي، اكتب اس كيو ال كوماند نيو اس كيو ال كوماند ونفس الكلام الكونستراكتورز بتاعته. تعالى نشوفها كده بدا يقول لك ايه. اول كونستراكتور انت ممكن تعمل كوماند وبعد كده تنشيت الحاجه بتاعتك براحتك. تاني حاجه ان انا اخد الكوماند تكست، ممكن اخد الكوماند تكست والكونكشن بتاعي وممكن اعمل ايه؟ ده لو انت عاوز تكزكيوت ترانزاكشن طبعا. خلاص انا هكريت برضو الاس كيو ال بتاعي
وبعد كده ابدا اقول له كوماند دوت كوماند تكست. ايه الكوماند بتاعك اللي هيران؟ انا عاوز اعمل كوماند يعمل ايه بس؟ اقول له سيلكت هارد مثلا ستودنت اندرسكور اي دي والستودنت نيم. كتبت الكوماند بتاعك. بعد كده هبدا اربط الكوماند بتاعي مين او احدد الداتا تايب بتاع الكوماند. هو باي ديفولت كوماند تايب ده باي ديفولت هو ايه؟ هو تكست اساسا. بس انت لو كنت عاوز تعمل ستورد كنت اقول له كوماند تايب واقول له ايه؟ تايب دوت وهو قايل لك ايه؟ خلاص انت عاوزه يبقى تيبل على طول ولا عاوز تكست ولا عاوز ستورد؟ هو باي ديفولت ايه؟ تكست. ايه تيبل وستورد؟ انت لما كانت ستورد بروسيجر وتيبل ده بيريتريف تيبل على طول مره واحده. ماشي كتبت كده ادي الكوماند بتاعي كوماند تايب بتاعه تكست. بعد كده هبدا اعمل ايه؟ اربط الكوماند بتاعي بمين؟ بالكونكشن. ماشي بعد كده ربطت الكوماند بتاعي بالكونكشن. الخطوه الجايه اللي بعد كده ايه؟ خلينا ماشيين بنفس الطريق. ايه اللي جاي بعد كده؟ انا مش فاكر. ماشي هبدا اوبن الكونكشن بتاعي واعمل ايه؟ وتبدا تحدد بقى هو اللي راجع بالنسبه لك ده ايه؟ هو اللي راجع بالنسبه لي دي فاليو ولا راجع بالنسبه لي ده تيبل؟ خلاص؟ طيب اوبن اقول له كونكشن دوت اوبن تحت الكونكشن بتاعك. ودايما كده اول حاجه تعملها ان انت تعمل ايه؟ دوت كلوز عشان بس ما يضربش معاك لو جيت ران البروجرام تاني. عشان لو حصل اكسبشن في النص ولا حاجه ما تبقاش الدنيا ايه؟ تقع مني. انا دلوقتي هريتريف قيمه واحده ولا اكتر من قيمه؟ هريتريف اكتر من قيمه فاعمل ايه؟ اس كيو ال داتا ريدر. الريدر بتاعي ايكوال وهياخد الايه؟ انا هبدا اكزكيوت الكوماند بتاعي فاقول له كوماند دوت اكزكيوت وادي الايه؟ الاربع بتوعنا. انا هاكزكيوت المره دي ايه؟ هاكزكيوت ريدر. خلاص كده رجع لك الداتا بتاعتك كلها في ايه؟ في ريدر. الخطوه الجايه انت عاوز تعمل ايه؟ عاوز اقرا بقى الايه الداتا بتاعتي باكتر من طريقه. قال لك ان اسهل طريقه فيهم ان انا اعمل ايه؟ اعمل وايل لوب كده واقول له ايه؟ الريدر بتاعي دوت ريد. الميثود دي بتعمل ايه؟ دي بتقرا لك ايه؟ وان ريكورد ات تايم. دي بتقرا لك ريكورد واحد ات تايم. خلاص هقرا الريكورد دي. انا عاوز اعمل دروب داون ليست دوت تكست دوت ايتمز دوت اد واضيف فيه مين؟ الفاليو اللي انا قريتها صح؟ طب اقرا الفاليو دي ازاي؟ ليدر سكوير براكتس اسم الكولوم بتاعي. انا هقرا هنا النيمز دوت تو سترينج يحط لك القيمه بتاعتك جوه مين؟ جوه دروب داون ليست. خلاص؟ طب تعالى نرن بقى الكلام ده كده. خلاص لغايه دلوقتي في اي حاجه ناقصه؟ عملنا الكونكشن بتاعنا. تاني خطوه عملنا الكوماند بتاعنا ربطنا الكوماند او كتبنا الكوماند بتاعنا وبعد كده عملنا الكونكشن. بعد كده عملنا اوبن للكوماند وبعد كده بدانا نقول انا الكوماند بتاعي ده هيتريتيف ايه؟ ده تحدد الاول الكوماند اللي انا كاتبه ده ايه نوع الداتا اللي راجعه منه؟ الداتا اللي راجعه منه دي اكتر من ريكورد يعني حاجه زي التيبل كده يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل ريدر. اول طريقه ان انا اقرا الداتا بالريدر ان انا اعمل استخدم الميثود اسمها ريد اللي بتقرا وان ريكورد ات تايم وقلنا ان هي شغاله ايه؟ فورورد بس. قريت الريكورد الاول الثاني الثالث وحطيت كل الكلام ده جوه مين؟ جوه دروب داون ليست. تعالوا نرن. جاب لك الايه؟ انا بس في شويه نيمز بنال فهو ايه؟ جايب شويه ريكوردز فاضي. خلاص يبقى النال فاليو اي حاجه دي عرفناها يعني النال فاليو كلها بتتعرض لك ايه؟ ما بيجيبش ويكتب لك ايه؟ كلمه نال ده بيسيب لك الريكورد بتاعك. خلاص احنا عارفين ان الدروب داون ليست ده الدروب داون ليست ده في حاجه اسمها تكست فيلد والفاليو فيلد. دي تو بروبرتي كده حاجه اسمها داتا تكست فيلد حاجه اسمها داتا ايه؟ فاليو فيلد. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ بالظبط التكست ده هو اللي بيظهر قدامي انما الفاليو دي ايه؟ دي هيدن كل تكست دي فاليو معين. طب انا ايه اللي بيخليني اعمل حاجه زي كده؟
بالظبط. عشان انا لو عاوز مثلا سيلكت، انا سيلكت بالنيم، بس انا اما باجي اربط في التيبل بتاعي بربط بايه؟ بربط بالاي دي. معنى كده ان انا عاوز اما اجي سيلكت النيم ابقى عارف كمان مين الاي دي. خلاص. طب انا اقدر اعمل حاجه زي كده بالريدر؟ يعني انا اقدر اجي هنا كده وانا شغال بالشكل اللي انا شغال بيه ده اللي هو ريد، واجي اقول له هنا، انا هقول له مثلا دروب داون ليست دوت فاليو فيلد ايكوال القيمه اللي راجعه من الاي دي. يعني اقدر اقول له هنا كده او اقول له دروب داون ليست دوت داتا فاليو فيلد ايكوال القيمه اللي راجعه من الريدر اللي هي ايه؟ ست اندرسكور. انا هبايند مين؟ الاي دي. اقدر اقول له حاجه زي كده ولا ما ينفعش؟ ليه؟ لا، قال لك ان الداتا فاليو فيلد دي تاخد ايه؟ ليست. لازم تديها ليست، ما ينفعش اقعد اديها ايه؟ ايتم وارجع اديها ايتم تاني وارجع اديها ايتم تاني. فالطريقه دي اكيد كده مش هتنفعنا. الطريقه دي نفعت ان انا عملت ايه؟ مليت الدروب داون ليست بتاعي بالاسامي، بس قدرت ادي فاليو؟ ما قدرتش ادي فاليو، ولا هينفع خالص. فاكيد في طريقه تانية. بلاش تشتغل بمين؟ بلاش تقعد تقرا الداتا بتاعتك ايه؟ بالشكل ده. خلاص. انا كومنت على الكود ده وهقول له ايه؟ لا، انا عاوز على طول هنا كده اجي اقول له دروب داون ليست مين هتقرا من انهي سورس، ومين الداتا فاليو فيلد، ومين ايه؟ الداتا تكست فيلد. فاقول له دروب داون ليست دوت داتا سورس هيقرا منين؟ هيقرا من الريدر. خلاص. دي اول خطوه كده، انا عملت ايه؟ داتا سورس وخليته يقرا من مين؟ من الريدر. تاني حاجه اقول له دروب داون ليست دوت داتا تكست فيلد ايكوال، واحدد اسم الايه؟ اسم الكولوم بتاعي اللي انا ايه؟ هشتغل عليه. اسم الكولوم اللي انت هتشتغل عليه اللي هو مين؟ التكست فيلد اللي عندك هو النيم. خلاص. طيب، وبعد كده دروب داون ليست دوت داتا ايه بقى؟ فاليو فيلد، وابدا احدد الفاليو. ايه الكولوم اللي هيشيل الفاليو؟ هيبقى مين؟ الستودنت اي دي. حددت قلت ادي دروب داون ليست هيقرا منين الدروب داون ليست؟ هيقرا من الريدر. بعد كده تاني خطوه مين التكست فيلد ومين الفاليو فيلد، مين حاجه هتظهر في التكست ومين حاجه هتبقى هيدن. كتبت اسامي الكولومز بتاعتك. خلاص. ينفع الحاجه اللي هي تبقى تكست تبقى فيها فاليو ولا ما ينفعش؟ ولا لازم دي تبقى غير دي؟ عادي عادي، ملوش دعوه ببعض. هم صحيح بيماتشوا مع بعض، بس هم يعني ممكن القيم تبقى متغيره او تبقى شبه بعضها، دي مش هتفرق. اخر حاجه بقى بنعمل ايه؟ هو لغايه كده في السي شارب شغال والدنيا تمام. احنا قلنا ان في الاي سي بي دوت نت بيزيد عليها مين بقى كمان؟ ان انا اعمل بايندنج للداتا. خلاص، انا مش مجرد بس ان انا ربطت الدروب داون ليست بالداتا سورس بتاعي يبقى كده الدنيا اشتغلت. لا، هاجي اقول له ايه؟ دروب داون ليست دوت داتا باين كده. يعمل ايه؟ يمسك السورس بتاعه ويتريف الداتا كلها ويحطها فين؟ في الدروب داون ليست. خلاص. نعمل ران. ادي ايه؟ نفس الداتا، وكمان زي اللي علينا ايه دلوقتي؟ ان انا اقدر اجي مثلا كده اقول له تعالى كده سيلكت تكست تشينج مثلا. انت ممكن تيجي تعمل ايفنت مثلا على الدروب داون ليست، ان انت لما تيجي تختار الدروب داون ليست هيجيب لك مين؟ الفاليو. خلاص. تعالوا كده نضيف على الابلكيشن بتاعنا، هضيف تكست وهيجي في الايفنت بتاع مين؟ بتاع الدروب داون ليست، واقول له ايه الاول؟ انيبل طبعا الاوتو بوست باك. دي حاجه طبعا بس عشان الاي سي بي دوت نت، ان هو لازم يحس بالايه؟ يحس بالريفليكشن بتاع الدروب داون ليست. طب ليه انا عملت الحركه دي؟ عشان الدروب داون ليست ده عباره عن ايه؟ تشينج كنترول مش اكشن كنترول. يعني هو مش اوريدي اي حاجه بتحصل عليه بتروح للسبب. طبعا اول ما اعمل عليه دبل كليك قلنا ان الديفولت اكشن بتاعه هو مين؟ سيلكتد اندكس تشينج. ده اقول له تكست بوكس 1 دوت تكست يساوي مين؟ القيمه الموجوده في الدروب داون ليست دوت سيلكتد ايه؟ فاليو دوت تو سترينج. اعمل ران للابلكيشن بتاعي وابدا اختار اي فاليو كده، هيبدا يطلع لك الايه؟ الاي دي بتاع الايه؟ بتاع الاستيو. وبس صفحه الويب هي اللي بتريفرش لوحدها. هو اللي عملها لوحده الدروب داون ليست، هي حطت فاليو للتكست اللي عندها. الدروب داون ليست حطت فاليو ليها هي مش للتكست. يعني كل تكست ليها حطت، كل تكست ليه فاليو بس انا مش شايفها. انا دلوقتي عملت ايه؟
بقيت اما بختار من الدروب داون ليست بيظهر لي الايتم ده. لا ده ما انا قلت غلط في الريد وانا بعمل وايل ريد يعني. هو ده ما ينفعش لما عملنا دروب داون ليست واحد والداتا فاليو حطيناها اسم كولوم علشان عشان يعمل ايه؟ هيعرف دلوقتي ان انا لما هضغط مثلا على مش عارف منى من الاي دي هو ليه مش بيرفرش الاي دي. طيب المهم هوريكم حصل. خلينا تاني انا ما بعمل دروب داون ليست واربط الدروب داون ليست بداتا سورس واقول له تكست فيلد وفاليو فيلد. الحاجات دي بتاثر في مين؟ في الدروب داون ليست بس. يعني دي قيمه اللي هتطلع على الدروب داون ليست والفاليو بتاعتها كل تكست ليه الفاليو بتاعته كل تكست ليه الفاليو بتاعته. خلاص انا عملت ايه بقى؟ خلاص ده كده خلصت. انا جيت بقى في الاكشن بتاع السيلكتد اندكس تشينج بتاع الدروب داون ليست وعملت ايه؟ قلت له اما اتغير اعرض لي في التكست بوكس مين الفاليو. يعني انا ما بتحكمش في الفاليو بتاع التكست بتاع. لا انا خلاص ما هي انا عملت بايننج للكولوم ده والفاليو بتاعته خلاص بقت هي التكست ماتش مع بعض. انا كان ممكن اجي هنا في الاكشن بتاعي بتاع الدروب داون ليست واقول له ايه بلاش مثلا تعرضي الفاليو وعرضي التكست براحتك يعني انت بتعرضي هنا خلاص هما الاثنين ماتشد مع بعض. تعالوا نعرض الاثنين جنب بعض بس. اقول له دروب داون ليست. انا ما ربطت الكولوم بدروب داون ليست. انا شلت الوايل ليه يا جماعه؟ عشان ما قدرتش احط فاليو. انا ما قدرتش احط بالوايل ان انا احط فاليو قدرت احط تكست بس. قصدي على حته ان انا حطيت فاليو. هيضرب معاك يا عم. لو تيجي ترني هيضرب يقول لك ما ينفعش. ليه؟ لان احنا قلنا ان الفاليو بتاخد ايه؟ بتاخد ليست ما بتاخدش فاليو واحده. ما ينفعش اقعد اعيد فيها فاليو باي فاليو. التكست ينفع في التكست ان انا اعيد في التكست بتاع الدروب داون ليست طول ما انا ماشي اعيد تكست. انما ينفع تعيد فاليو؟ لا. هو انا حطيت لها اسم كولوم فدي اكتر من فاليو. حلو ما هي دي كده بقت ليست. يعني هو بيعمل الكولوم ده ليست فعيد الليست كلها على مين؟ على الدروب داون. ينفع كنت اعيد الايتمز او الاي ديز دي واحده واحده؟ لا. عشان كده ما استخدمش عشان كده عملت كومنت للوايل ورحت جاي اعمل ايه؟ بغير في الفاليو. انا غيرت في الفاليو. وانا دلوقتي يا جماعه غيرت في الفاليو. انا بعرضها بس لما بعمل سيلكت اندكس تشينج بشوف الفاليو دي بتاعت التكست دي هي فين الحته اللي انا غيرت في الفاليو. الجمله اللي حضرتك هي دي فين الفاليو اللي انا غيرتها؟ انا عملت السورس بتاعي ريدر وقلت له ان التكست بتاعك هيبقى النيم والفاليو بتاعتك تبقى الاي دي بس. ما عادش اي حاجه تاني. خد النيمز كلها حطها في تكست بوكس وخد الاي ديز بقت هيدن وراها. هي الفاليو بتاعت كل تكست. يعني هو يمسك كل واحد ودي الفاليو بتاعته. يعني بيجي هو بيعمل الكلام ده ازاي؟ بياخد النيم وياخد الاي دي بتاع النيم ويعملهم الاول. بعد كده ياخد النيم التاني وياخد الايه؟ الاي دي بتاع النيم التاني وهكذا. هو بيعمل الكلام ده من غير ما نشوفه. خلاص؟ طيب عندنا طريقه كمان. طب انا لو عندي بلاش ادي كمان انا مش عاوز اظهره على دروب داون ليست. هعمل كومنت كمان للكود ده. ما كانش في السي شارب ينفع ان انا بايند الحاجه اللي راجعه دي على ايه؟ هنبدا بقى نشتغل في الداتا. عندي جريد فيو. كان ينفع بايند الداتا بتاعتي على جريد فيو؟ ما كانش ينفع. كانش ينفع ابدا انت بايند الريدر بتاعك على ايه؟ على جريد فيو. خش كده واقول له ايه برضو بعد ما كتبت نفس الكود بتاعي هقول له ايه؟ جريد فيو 1 دوت داتا سورس. ده السورس بتاعك مين؟ الريدر. ده السورس بتاعي هو الريدر. تاني حاجه نفس الدروب داون ليست بالظبط. خلاص هتبدا تعمل ايه؟ هل الجريد فيو عندها تكست فيلد وفاليو فيلد ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش. يبقى انت هتعمل ايه؟ بايند. هتكتب جريد فيو دوت داتا بايند. هعمل رن للابلكيشن بتاعي شوف الايرور بس مش سيمي كولون. جاي هو اوريدي عامل ايه؟ هو مراجع لك الداتا كلها في الايه؟ في الجريد فيو بتاعته. خلاص؟ في مشكله كده في الثلاث طرق دول ان انا ازاي اريتريف الداتا بتاعتي؟ ازاي املى الدروب داون ليست؟ انت مالك سعيد ليه كده يا اسامه؟ طيب ماشي. دروب ان انا املى الداتا بتاعتي في الدروب داون ليست فيلد فيلد باستخدام مين؟ الوايل او الريد او ان انا بايند على طول الكولومز بتاعتي على الدروب داون ليست واحدد مين التكست ومين الفاليو او ان انا اعرض القيم كلها في مين؟ في الجريد فيو. ايه في الواي دي؟
لا دي هنا اصل هنا مش دي هنا مش بتبايندي لان انت بتاخدي قيمه فقيمه جات لك قيمه نفسها جات وتضيف القيمه دي على الدروب داون ليست اللي هي الطريقه العاديه زمان انا لو كان عندي دروب داون ليست وعاوز اعيد فيه شويه ايتمز كنت بعمل ايه دوت اد دوت اد واد الايتمز وهنا بيرجع لك ايتم ايتم خلاص بيرجع بيريتريف الايتم ويضيفه جوه الدروب داون ليست بتضيفيه بالطريقه العاديه هنا بايندنج ده انت بتاخدي سيت داتا سيت وتحطيها فيه بتاخدي تيبل وبايند التيبل ده كله او باخد ليست وبايند الليست دي مره البايندنج بيبايند ليست انما الادنج ده بيأد ايتم واحد ورا الثاني ورا الثاني في مشاكل في الكلام ده لغايه دلوقتي طيب انا دلوقتي لازم الكونكشن سترنج بتاعتي تتكتب بالشكل اللي انا كاتبه فوق ده ان انا اكتب الكونكشن سترنج بتاعتي بالشكل ده هل دي طريقه ولا لا دي طريقه ان انا اكتب ال كونكشن سترنج بتاعتي بنفسي ان انا اخش هنا جوه الكود كده وابدا اكتب الداتا سورس بتاعي مين كل الكونكشن سترنج بتاعتي في طريقه ثانيه قال لك لا مش هينفع ان انا ايه كل بقى بيج ولا كل اكشن ابدا انا اقعد اعمل الكونكشن سترنج بنفسي فانا اخد الكونكشن سترنج دي زي ما هي كده واعمل ايه كنترول اكس هاخدها خالص هيطلعها من الابلكيشن بتاعي واروح على مين على الويب دوت كونفيج وقلنا ان هنلاقي جواه تاج من التاجز اسمها ايه كونكشن سترنج هفتح الداتا دي كده وابدا هنا اعمل ايه اد بقى كونكشن سترنج جديده اقول له اد والنيم بتاعي بيساوي مين بيساوي الفاليو بتاعتك اللي كنت حاططها ده من الاول كده ادي الفاليو بتاعت مين خلاص كده بقت الكونكشن سترنج دي ظاهره على كل الابلكيشن بتاعك خلاص كده يا جماعه كده بقت الكونكشن سترنج دي موجوده في الويب دوت كونفيج وبالتالي كل الفورمز اللي انت عاملها ظاهره وباينه بالنسبه لك طيب هاجي هنا كده بقى في الابلكيشن بتاعي تاني طيب ازاي بقى اقدر اشاور على الكونكشن سترنج الموجوده فين في الويب دوت كونفيج عندي حاجه اسمها كونكشن مانجر كونكشن سترنج الكونكشن بتاعي دوت كونكشن انا بس مش فاكر الكوماند بتاعها ثانيه واحده اسمه configuration manager dot configuration manager dot connection strings تبدأ تشاور على مين على اسم الكونكشن بتاعتك اللي جوه انت مسميها ايه اي تي اي 2 dot 2 string خلاص
حطيناش لمين اسم. تعالى نخش جوه ال ويب دوت كونفيج. خش جوه الويب دوت كونفيج واجي هنا كده. مش هو النيم ده المفروض يبقى النيم بتاع الاكشن بتاعك اللي هو اي تي اي 2. بعد كده في حاجه تانية اسمها كونكشن سترينج تساوي الفاليو بتاعك. خلاص النيم بس عشان تقدر تقري فيه زي ما كنا بنعمل بالظبط في الايه في الممبر شيب كده. بس كان الممبر شيب بيفرض علينا ان النيم لازم يبقى ايه، ان النيم بتاعك لازم يبقى كلمه لوكال سيكول سيرفر. خلاص هران الابلكيشن بتاعي هلاقي ايه الدنيا بترن عادي جدا، واستخدم اللي هو الكونكشن اللي موجود جوه مين، جوه المانجر بتاعي. طبعا تقدر بقى في اي بيج عندك ان انت بس تشاور على مين، على الكونكشن. فايده الموضوع ده كله ايه؟ عشان انا لما اجي اعدل اكيد هعدل في كام مكان، نروح اعدل في مكان واحد. خلاص ايه كونفيجريشن مانجر دوت كونكشن سترينج. افتح لكم الابلكيشن تاني. ادي السطر بتاعي بكتب الكونكشن بتاعي دوت كونكشن سترينج بيساوي كونفجريشن مانجر دوت كونكشن سترينج. وده طبعا انت ممكن يبقى عندك اكتر من كونكشن سترينج في الايه، ينفع يبقى عندي اكتر من كونكشن سترينج جوه الويب دوت كونفج، وانت براحتك تستخدم اللي انت عاوزه. فبتحدد النيم بتاعك وبعد كده دوت تو سترينج عشان ده بيرجع لك اوبشن. خلاص تعالوا نجرب ان انا بلاش، انا كل ده عمال اعمل ايه، كل ده عمال اعمل سيلكت. طب تعالوا نعمل انسيرت ولا ابديت ولا ديليت ونشوف هتتنفذ ولا لا. او تعالوا حتى نعمل، انا عاوز طبعا تعرفوا ازاي تكونكت على ستورد صح؟ ايه اللي هيتغير في الكود بتاعي لو حبيت اكونكت على ستورد؟ الكوماند تكست ده هيبقى اسم الايه؟ اسم الستورد. الكوماند تكست هيبقى اسم الستورد، والكوماند تايب هيبقى نوع ستورد بروسيجر. ولو في بارامتر بتقول له ايه؟ كوماند دوت سيكول بارامتر، وتعيد البارامتر بتاعه. مفيش اي اختلاف ما بين ان انت بتكونكت على بكويري او بتكونكت على مين، او بتكونكت باستخدام سيكول سيرفر. خلاص انتوا في اللاب ان شاء الله هشرح لكم اللاب دلوقتي، وانتوا موجودين في اللاب هوريكم. هي في حته بس انا طالبها في اللاب، هي دي اللي بتتعمل بالايه، بالستورد، والباقي كله بكتبه الكوماندز بتاعتكم زي ما انت عاوز. لو انا عاوز ريتريف قيمه واحده هعمل ايه؟ مضطر ان اعمل داتا ليدر؟ لا، ساعتها هتقول له ايه، كوماند دوت اكزكيوت ستيلر وتريتريف القيمه دي. يعني انت لو جوه الستورد مثلا عاوز تعمل ستورد هتاخد اي دي وتريترن نيم، عامل ستورد هتاخد اي دي وتريترن نيم. انا مش محتاج ان انا اعمل ريدر، انا ساعتها هاخد النيم ده في اي فاريبل، انا عارف النيم اللي راجع ده سترنج هاخده في سترنج وعرض. خلاص في مشكله كده في الكونكتد. احنا اللاب بتاعنا بقى هيبقى شكله عامل ازاي؟ طبعا انتوا هتحولوا الحاجات بتاعت امبارح، هتعملوا ريجستريشن فورم وتعملوا لوجن كنترول بس باستخدام مين؟ الممبر شيب. نفس الاسايمنت بتاع امبارح بس انا هستخدم النهارده مين؟ الممبر شيب ده اول اسايمنت. امبارح هتعملوا الفاليديتورز بنفسكم وتعملوا الايه؟ الفورم كلها بنفسكم كلها. دلوقتي دراج ودروب بس مين؟ اللي هو اللوجن كنترول والويزرد كنترول، وهو يعمل الكلام ده. خلاص ده اول اسايمنت. ثاني اسايمنت ابعت حاجه زي الماستر بيج كده، فيها ثلاث لينكات فيو اول داتا، وعندي لينك بيج انسيرت، وعندي ابديت. خلاص ده في الايه، ده في الماستر بيج. طيب الكونتنت بتاعتك بقى في البليس هولدر هتضغط على فيو داتا دي. خلاص احنا عندنا عايزينكم داتا بيز. الداتا بيز دي هي بيانات عن الموظفين. خلاص في تيبل في الامبلويز بتاعك، كل امبلوي من الامبلويز ده موجود في ديبارتمنت معين. خلاص كل امبلوي منهم موجود في كونتري، والكونتري دي تحتيها سيتيز. خلاص فانت عندك الداتا بيز اللي انا داركه فيها تيبل اسمه امبلويز في الداتا بتاعته، وفيها تيبل اسمه كونتريز فيها كل الكونتريز بتاعتنا، وفيها تيبل اسمه ايه؟ سيتي، ومربوطين بالشكل ده كده. خلاص كل موظف بيبقى ليه كونتري واحده، والكونتري ممكن يبقى فيها ايه؟ اكتر من سيتي. وفي رانك تاني ما بين الامبلوي ومين؟
والديبارت ده شكل الداتا بيز بتاعتك احنا بنشتغل. تيجي تعمل شغل داتا بتعمل ايه؟ يبقى عندك هنا جريد فيو عاوز اظهر كل الداتا بتاعت مين؟ الامبلويز. طيب دي كده مين؟ دي كده الاول لينك. تاني لينك لو تعمل انسر هيعملك فورم بالشكل ده كده. هتبدا انت عاوز انسرت موظف جديد فتقول مثلا الاي دي بتاعه يساوي تكست بوكس هتقول له مثلا النيم الايدج ايا كانت بقى الكولومز اللي موجوده في الداتا بيز. طيب هو دلوقتي هيجي يختار مين؟ الديبارتمنت وهيختار الكونتري وهيختار مين؟ سيتي صح؟ اكيد الكونتريز دي مش هتخليه يدخلها لنفسه لازم تبقى ايه؟ دروب داون ليست وهختار منه الكونتريز ودروب داون ليست واختار منه الايه؟ ديبارتمنت والكونتريز والسيتيز. طيب عندي بطل هنا اسمه انسان دخل الداتا بتاعتي ونسيت خلاص؟ في مشكله لغايه دلوقتي؟ واخر واحد بقى اللي هو ابديت ده بيعمل ايه؟ ده في فورم زي دي كده بالظبط. ده في فورم زي دي كده بالظبط. بس الاي دي ماله؟ دروب داون ليست. اختار الاي دي ده يبدا يعمل ايه؟ يريتريف كل الداتا بتاعت الاي دي هنا. ابدا ابديت الداتا كلها واضغط طلباته اسمه ابديت فيابديت الداتا. يعني الفورمة دي هيبقى فيها نفس الفورمة بالظبط بس ده هيبقى دروب داون ليست وفيها تو باتنز. واحد ديليت والتاني ايه؟ تضغط على الاي دي هنا يجيب لك كل الداتا بتاعته. لو انت عاوز تعمل ديليت تضغط على ديليت. لو انت عاوز تعمل ابديت تغير انت في الداتا ويظبط الكلام ده في الداتا بيس. دي بس اللي انا عاوزها بستور. دي الوحيده اللي انا عاوزها انك تروح تبيلد ستور بروسيجر عندك في سيكول سيرفر وتعمل. لا انا عاوز كده بعد كده ممكن اعمله كله الدنيا كلها تبقى بستور. خلاص؟ صعب ولا صعب؟ احنا هنمسك الاول الوصل بتاع امبارح ونهنا بالكنترول. لا عاوز يعمل ده الاول عشان ده بتهيألي هيبقى اسهل. اعمل ده الاول كده خلص كل الفورمز دي بعد كده حاول بقى الكونفرت بتاع امبارح ان انت تعمل لوجن كنترول وتعمل ريجستريشن فورم بس استخدام مين؟ من الماتش. روح روح شوف انا الاسهل بالنسبه لهم. خلاص يا جماعه اي سؤال؟ ليه؟ الصفحة الرئيسية للكلام هي الفات اللي هي فيو ديتا والانسيرت والبطاطس مالها؟ بلينكات؟ بضغط على لينك يودينا على الصفحة دي. اه دي منيو صح بقى في المصدر كده اول واحدة بتودينا على الصفحة دي هي بتاعت الملكة صفحة دي بس بتاعت مين؟ الأول واحدة بتاعت الفيو اه دي هيبقى فيها البيانات كلها بس لقيت الموظفين بس